التنبيه الثاني قنوت الوتر، الدعاء فيه إنما هو لعموم المسلمين لا لأشخاص يذكرون ويعددون فيه سواء كانوا أحياء أو أمواتا، إلا ما كان من مصلحة تعود على الأمة كالدعاء لولي الأمر في القنوت فلا إشكال في ذلك. ولذلك قال الإمام أحمد وغيره من علماء السنة لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام لما في صلاحه صلاح للرعية. ما يخصص أشخاص ويذكرون كأنه قنوت نوازل، وأيضا هو عام لجميع المسلمين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عند ابن خزيمة في دعاء القنوت من سنة عمر رضي الله عنه باتفاق الصحابة، ثم يدعو للمسلمين بكل خير ما استطاع للمسلمين، وبعدها ثم يستغفر للمسلمين. أما أن يذكر أشخاص ويعددون سواء كانوا أحياء أو أمواتا فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الحسن كما في السنن كما ثبت علمه دعاء قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، وليس قنوت نازلة حلت بالمسلمين لأشخاص معينين حتى يذكر أسماء فيه، هو عام لجميع المسلمين.